السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في الحلقة الثالثة من انشارتد 4. وما يحتاج أقول وأذكر وأقول يعني لايك دعم كبير منك لي، فخلونا نبدأ. وصلنا لتشابتر 6 أعتقد، اللي هو هذا، وأنه رايحين إلى لا أصدق أنني خرجت وأنني هنا معك في إيطاليا. ها؟ ولا أدري، إيطاليا. ولكن أتمنى لو كانت الأمور أكثر هدوءاً. حسناً، وكنا سنستمتع بالطبيعة. أو هذه ليست أول مرة لك هنا؟ لا، بل الثالثة. قضيت أعمال غريبة مع سوليفان. نعم. حسناً، تعال يا تعبان. ايوه، وصلنا صح؟ لا طريق لذلك الجسر في الأعلى. في طريق. توجد دعامة خشبية في الأسفل، أي يمكنك تسلقها؟ نعم، يمكنني التعلق عليها. شاهد هذا. أنا أشاهد. شاهد شاهد. أنا أخطأ. كما ترى، حركة المعصم هي الأهم. رأيت؟ ليس سيئا في المحاولة الثانية. وين طريق؟ أي هذا؟ هذا الطريق. أرأيت ذلك؟ معك المحترفين. دورك. انزل تحت أعتقد. لا 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 لا، مو كثير، مو كثير. اهم شيء لا يجتهد من عنده ويطمر طمرة خايسة زي اللي قبل شوي يطيحنا يفشلنا. يمكننا التأرجح عبر ذلك الفرع. بالتأكيد. نعم نعم بالتأكيد نعم. فلنستبدل الأماكن. تسلق فوقي، قبضتاي قويتان. حسنا، يلا يلا خلاص. حسنا، نحن إذا نط 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 من أول محاولة. توقف، لا أحد يحب المتباهين. حسنا، هيا يا نيثان، يمكنك النزول إلى أسفل والوصول إلي. أنا خلفك. اوكي، نطط نطط. كفو يا ذيب. والله بعيد المسافة. ها اي attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene gli sta. Ma c'è la cava là, si sa mai ci vuole. Inghilterra. Inghilterra. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Allora, Italia. سام، نحن لن نحتاج لأي أسلحة. الله، أتمنى أن تكون محقا. ليمون حركات. برغم السنوات فإن أكثر ما تفقده الأشياء الصغيرة. مثل شنو؟ مثل ماذا؟ رائحة الفواكه الطازجة. بالله عليك،
ركوب دراجة نارية أشياء صغيرة لكن لها تأثير. هذه الأبواب في طريق تحت. ايوه سيتحمل هذا. سيتحمل ايش؟ عندنا نزلة. هولد. عندنا طمرة. هيا للأسفل. طمرنا. يا تعال سمسوم. سوم. هذا الهبوط مؤلم أكثر مما كنت أتذكر. نعم هذا صحيح. كبرت يا حبيبي. إذن اكتشافاتك المدهشة الأخرى التي لم أرها، هل التقطت بعض الصور لها؟ أتمنى. إلينا صورت بعضها لكن فقدنا الكاميرا. هذا مؤسف. لكن لدي رسومات سأريها لك عند عودتنا. لديك رسومات؟ هل تتباهى بها على باب الثلاجة؟ كلا، إنها رسومات دقيقة. أنا متشوق لها. من وين نطلع؟ لحظة خلنا نشوف. لازم في شيء. هذيك عصاية بس شلون نطلع لها؟ من هنا. لا أرى ما نتسلق عليه. أي والله حتى أنا لا أرى. غدرنا المكان. لا اتنط يا اخي. نط يا متخلف. لا اوكي. ايوه ما شاء الله عليك. اوكي الحين نطفق. يبدو هذا واعدا. اعتقد انك تعني غير مستقر. انت بخير هناك؟ نعم انا بخير. ايوه كبيت نفسي. حلوين. مستحيل من هذا. شو سيكون مؤسفا لو فشلت الان. بالتاكيد لكني لا افشل. كفو يا ذيب. كفو يا ذيب. اخوي الذيب. اخوي الفنان. والله ان سام يعني صراحة يعني اسطوري. اخ اسطوري صراحة يعني. اوكي. وصلنا اخر شيء الحمد لله. نيثن. نيثن. ماذا؟ أنت بخير؟ نعم. كيف أبدو؟ تبدو كمليونير. هيا بنا. سأتبعك في الحال. هو يا أخي سام شكله واحد متخلف صراحة. صالي؟ أتعرف ماذا أحب في الاحتفال مع المجرمين؟ ماذا؟ لا أحد أهتم بتدخينك في الداخل. مرت فترة. فترة طويلة. فترة طويلة. هل تذكر أخي الميت؟ فيكتور؟ غير معقول. 15 عاما. نعم. تسرني رؤيتك حيا. فلنبقيه حيا بالحصول على هذا الصليب حسنا؟ نعم. بشأن ذلك ماذا؟ ما الأمر؟ هيا سأريكما شيئا.
هذا صليب إيفري. أخرجوه من المخزن قبل وصولكما إلى هنا. غيروا الترتيب. تطلب هذا مبلغاً كبيراً. متى سيبدأون في المزايدة؟ 10 أو 15 دقيقة. لابد من طريقة لنحصل عليه. هناك مشكلة بوجود مئات الشهود في المكان. حسناً حسناً، لكن نحتاج إلى مصدر إلهاء. مثلي أنا لا أعرف. لابد من وجود شيء. إن رأنا الحراس نقترب من ذلك الصليب. ماذا لو لم يرونا؟ كأنكما لم تدخل السجن على الإطلاق. إن كنت تريد القيام بشيء مرفوض فعليك انتظار إطفاء الأضواء. نعم. أين لوحة التوزيع الكهربائية؟ قنوات التهوية، الكهرباء، هذه هي في الأعلى. لنتسلق إلى هناك ونغلق الأضواء ونحصل على الصليب. سيكون هناك مولد احتياطي. هذا سيمنحنا بضع ثوان من الظلام للعمل. هذا يعني أن نوجد بجوار الصليب عند الإظلام. من المستحيل الاقتراب دون جذب الانتباه. سكوزاتي سينيور. أنتي باستي؟ مرحبا، لا أريد. أهلا، كيف حالك؟ تشاو. هل ركزت؟ النادل لن يجذب الانتباه. قد يفلح هذا. سيفلح هذا. حسناً، سأذهب لغرفة قاطع الطيار وأفصل الطاقة. أسأكون نادل؟ أنت أفضل نشال. توجه إلى الطابق الأرضي وراقب الجائزة وأعلمنا إن حدث أي شيء مريب. أعلم. حسناً، اسمع، الأمر بأيدينا. جاهزين؟ نعم. حسناً، اتبعاني، سندخل عبر القبر. أوكي. يا فيكتور، كان الزمان رحيماً بك. سام نشال ممتاز. أنا آسف. حقاً؟ أنا مفكر. والشايب هذا خوينا هو صاحب خطة تقريبا، يعني الاعتماد الكلي على شخصيتي، يعني لأني أنا الشخصية اللي تفكر وتضبط وتدمر وش تسوي. اوكي. يلا خلنا نروح نشوف. هيا بنا. هذا المكان فاخر. بالطبع سيشغلون موسيقى أوروبية. سامي يبي يدور له ضحية يلبس ملابسها. إنه مغلق. تباً كان مفتوحاً من قبل. ماذا الآن؟ يمكنك فتحه؟ لا، إنه إلكتروني. علينا البحث عن طريق آخر. أترى ذلك؟ المفتاح في الجيب الأيسر. نعم، سأتصرف. أتريد فعل ذلك؟ الأعين تراقبك. أقدر على عملية ناشل. حسناً، أقدر على عملية ناشل. خلنا ننشله. ما تحرك كيل عن شكلك. لم أحاول بعد. أرى هذا. لا تتحرك واجد لو سمحت. لا تتحرك واجد. المشكلة ما انت حرامي تصير حرامي فجأة. لا تتحرك يا اخي، لا تتحرك. شقيتني شق. انت بحاجة لتوجيهات؟ لا، انا استعد فحسب. رأيك في أن نتبع الأسلوب القديم؟ أنا سأتدخل وأن تقوم بالعملية. ها؟ نعم، جيد. هيا.
وينه؟ وينه؟ وين راح النادل؟ سو وينه؟ ما أدري وين هذا. هذا النادل تاكسوميكا أخذنا البطاقة وحين راح نفتح الباب ونرى ماذا لدينا. تسرني مشاهدة المحترفين. حسنا محترفين. حسنا فلنحاول ثانية، ما زلنا بحاجة إلى هذه. سماعة التواصل. حظا سعيدا، سنبقى على اتصال. ارفع يديك. اهلا فيكتور. اهلا يا نادين، تسرني رؤيتك. لكن هذه المرة فاجأتك انا. سعيد لان هذا ليس مسدسا حقيقيا. عرفتك بصعوبة في هذه الملابس. انت تعرف يتطلب العمل بين الحين والاخر ان نتأنق. تبدو انيقا. وانت متألقة ايضا. أشعر أنني غريبة. سعيدة بالتحدث لشخص يتحدث لغتي حتى لو كنت أمريكيا. عليك لوم والدي على هذا. سأشرب شيئا، هل تريد؟ نعم سكوتش مع الثلج. سأعود. نيت، سمعت ذلك؟ نعم، يبدو أن السيدة تدعوك إلى مشروب. أجل، نادين روس ستدعوني إلى مشروب. نادين روس؟ أليست هي مالكة جيش المرتزقة؟ ما اسمه كوستلاين؟ شورلاين. نعم صحيح. ألم تختلف معهم؟ هذا تبسيط، ولكن يبدو أنها لا تكن ضغينة من حسن الحظ. أنا جاهز للتحرك. حسنا، نحن مستعدان يا صالي، ابقى بعيدا عن المشاكل. سأحاول. جاهز؟ نعم هيا بنا. يا توكلنا على الله. يجب أن نجد المكان الذي فيه السقاط والطهاة ونجتذب أحدهم خارج المطبخ. هيا فلنعثر على المطبخ. مش نزوب المطبخ. ياه، الطعام هنا يكفي بلدة صغيرة. والله صراحة جوعان. ها تبن. هل ترى النادي هناك؟ كلا، المزيد من الأوغاد المسلحين. في ناس واجد والله. ما هذا؟ هذه لم تكن في المخطط. مغلقة بالطبع. حسنا الخطة باء. الخطة باء شنو هي؟ أخبرتك أنها مغلقة. على سبيل التأكد. وماذا؟ مغلقة. حسنا. ها بشرني. هكذا. شنو يعني؟ توجد بعض الفتحات هناك. بعض الفتحات. افحص هذا يا نيثان. وش هو؟
وجه اللي يبعزه. هذا الباب. ها نحن ذا. فليعم الضوء. كهرباء سيئة هنا. كهرباء مو سيئة بس الليت فاشل. نعم ستفي. من هو شيخ طال مني. إلا إن كان عليك الجري. أوف يا رجل بدأت أشعر بالدوار من الأبخرة هنا. جيد أن صلي هو الصائغ. نحن نبحث عن شنو بالضبط؟ ما قاعد أشوف شيء. مثير للريب هذا. أحسن. هذه مشروبات كثيرة نادرة حقا. ربما يرضى ألكازار ببعض المشروب القوي. شيء ما يخبرني بأن هذا لن يكفي. هل يجب أن نشعر بالقلق من حديث فيكتور مع نادين راس؟ لقد سمعت قصصا مجنونة عن طاقمها. لا تقلق من سولي، يخرج من أي مأزق بلسانه المعصوم. هذا وين قدام ورا؟ هكذا. ها مفروض أنه نرجع من هذا المكان. تعال يا ولد خلينا نشوف. ايوه من هنا. من هنا من وين؟ من هنا. وي انظر الفتحات طريقنا للخروج. الفتحات طريقنا للخروج. شلون نركب عليها؟ نبينا شيء اللي هو هذا. نعم سافعل هذا. لا داعي للمساعدة. انا احمل الولاعة. تحمل الولاعة. ما شاء الله عليك والله تعب نفسك. أنا أحمل الولاعة. أحملها أحملها. هكذا هكذا أفضل. أصغر مما تبدو. وبها تراب. Cosa portiamo quell'odioso miliardario tedesco? ويبدون ضخاما أيضا. لا يوجد نقص في السقاط هنا. ده انت كبريني مني. طيب متى نوصل للوجه ان شاء الله على خير. وصلنا. وين يا حبيب قلبي؟ اجي شو مريت من عندها انا ما شفتها. ها طيب اخر عني شوي خلنا نركب. خلي يولون مش دخلنا فيها. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. يا اخي الله افتح. نحن قادمون للهواء الطلق. نعم. ايوه. انظر الى هذا. أترى ذلك المبنى ببرج الراديو؟ أتعني برج الخلوي؟ ماذا؟ لا يهم، هذه هي غرفة الطاقة. نعم أنت محق. فلنحاول عبور هذه البوابة. نحاول ليش ما نحاول؟ بس لحظة خلينا نشوف لنا مكان. هذا المكان. هنا يا سام، سأرفع. حسناً. حسناً. حافظت على لياقتك. شوف سام تقول معوق. صالي خ...
خرجنا من قبو النبيذ وسنتجه إلى غرفة الطاقة. ما الوضع؟ صلي، أتسمعني؟ الاستقبال ضعيف هنا، أرجو أنه بخير. مرحبا، وجدت المطبخ. تعال تعال سمسمي من هنا من هنا من هنا يا متخلف. ربما نستخدم ذلك، نعثر على نافذة ونهبط إلى المطبخ. فكرة جيدة، سأرفعك لأعلى وتتعامل مع السلم. طيب يلا تعال. يلا وصلت. يلا تعال. انتبه انتبه يا ولد. مساء الخير. مكستفا جان. ابلع. تعامل برفق يا سام. ماذا؟ سيشعر بالصداع عندما يستيقظ. تعرضنا لهذا من قبل صحيح؟ صحيح. حصلت على زي الخاص بي، أحضر زياً لك. حسناً، إلى غرفة الطاقة. إلى غرفة الطاقة. غرفة الطاقة وين؟ أنت بخير؟ نعم نعم، لكن هذا السروال ضيق قليلاً. هذا طراز هذه الأيام. حقاً؟ وأنت في روما؟ لا، لأننا في إيطاليا. فهمت. حسناً، سأعود إلى القاعة لأيها النفذات. تسمعني يا سام؟ انقطع اتصال بيناتنا. سام ولا مو خايسة. عظيم. عظيم. دعنا نذهب لحظة. لو تسمعوني، اقتربت من غرفة الطاقة، سأصل قريبا نوعا ما. أصل سوف أصل إن شاء الله إلى غرفة الطاقة قريبا، بس شلون أصل ما أدري. نط 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 نط. كب نفسك. يو لا أصدق. شكري طهت. لم نفلت. حرمنا من حريتنا لمدة شهر. وماذا عن الحصان؟ للحظ كان بحوزتنا جزر. سام، هل تعرف أحدا هنا؟ كان سعود ولد عمي. أعتقد ذلك. ومتى سأقابل شريكك دريك؟ إنه شريكي السابق. أصبحت أعمل وحيدا منذ فترة. دريك لم يعد معنا. أتعني مات؟ ها؟ لا، أعني تقاعد. آخر ما سمعت أنه استقر وتزوج. يمكن القول إذن إنه مات. فاشل هذا. كيف حاله؟ إيف؟ كم مرة من الوقت؟ 10 سنوات؟ أكثر؟ 15. هذا مذهل. مرت كل تلك السنوات وها نحن هنا نساوم على خردة الأموات. حقا؟ ألست تدير عمل والدك؟ أصبح عملي الآن، لكنه عمل نهاري. إنه عمل نهاري رائع. غالبا يمكنك شراء كل المعروضات الليلة. بالتأكيد، لكن ما الفائدة من ذلك؟ أبحث في الوقت الحالي عن الأشياء المميزة النفيسة. أتنصحني عما أختار الليلة؟ نعم، وكأني سأزايد ضده، ولكن بيني وبينك لقد لاحظت أنهم غيروا الترتيب. أعتقد أن هناك من يحاول التلاعب بهذا المزاد. تذكر أين نحن. لم يرتني هذا الحشد باللعب النظيف، ولهذا تحتاج لشخص يحميك في مكان كهذا. أكره أن أكشف لك الحقيقة، ولكنك تعملين لصالح أمريكي. معه، لقد اتحدنا كشركاء. فهمت. ثنائي قوي. سنبدأ خلال اللحظات المزايدة على العنصر التالي، صليب خشبي مرصع من بروتستان. أعرف أني غير مرغوب في الآن. تمتع بليلتكم. انتظر يا سوي، كيف عرفت بأمره؟
أمري ماذا الذي تقصده يا ريف؟ نادين، أعتقد أن شريكك أصبح ثملاً. كفاك عبثاً أيها العجوز. لا أعرف كيف دخلت لي هنا، لكن إن فكرت في المزايرة على صليب إيفري فسأخبرك كيف سترحل في كيس جثث. حسنا، تفهم ما أعني. سررت باللقاء. ميت. سحقا يا فتى، أين أنت؟ عرفتوا هذا منو؟ هذا اللي كان معانا بالسجن يوم كنت أنا وسام وهو. بس هذا أبوه غني، فإيش استلم أموال أبوه وبدأ في الجسمة. فرض أني أنزل تحت صح؟ ايوه، فهذا هو الحين صار غني. يا الهي لماذا اخترت غرفة الطاقة؟ والله يا اخي ما ادري. الحين كش سالفة؟ اها على هذي. فصار غني، ف شايفين هذا المرصع بالذهب والحركات هذه، هذا هو حقي انا اللي سرقته او انا اللي جبته. بس في الحقيقه هو مو هو نفس الحقيقي اللي كان اللي جبته انا. اللي جبته انا مزيف، الله اعلم. انت عم وين امشي؟ وين اروح؟ لا من ذاك الصوب الشغلة. اوكي ف الصديق حقنا سرق شغلتنا هذه، ف هو الآن يبي يسيطر على كل شيء. أشوف الدنيا، فاحنا وصلنا إلى غرفة الطاقة. يفترض إنه الحين نسوي مهمة اللي هي نطفي الطاقة. أوكي. Speriamo di non dover cambiare altri fusibili del terzo. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Olè, iPhone. هذا الطريق اعتقد. كذلك هذا ليس الطريق. هذا الطريق 100%. Go. انزل يا قلبي، انزل انزل انزل. خلاص وصلنا الى غرفة الطاقة هذه. هيا بنا. والان اين قواطع الدائرة؟ تبا. الباب مقفل. صلي تسمعني؟ سحقا يا فتى، اين كنت؟ نجحت، اوشكت على الاخفاق، لكن لو ستفصل الطاقة الان هو الوقت. سأحتاج لدقيقات قبل أن أصل إلى اللوحة. ليست لدينا دقيقة. ريف على وشك الرحيل ومعه الصليب. انتظر، ماذا؟ ريف؟ ريف هنا؟ نعم، ريف هنا. وفي الوقت الحالي فهو صاحب أعلى عرض، فلتزد عليه. بماذا؟ ليس معي ما يكفي من المال. سولي، نحن سنسرقه، أنسيت؟ ماذا لو اكتشف خدعتي؟ لن يفعل. لدينا عرض ب90,000، هل من مزيد؟ اسمع، إن لم نحصل على ذلك الصليب فكأني ميت. حقاً، وإن أصبحت أنا صاحب أعلى عرض فسنموت. سولي، فلتوفر لي المزيد من الوقت. ثق بي. أول إعلان، ثاني إعلان. تباً. حسناً، لدينا عرض ب100,000 يورو. شكراً. What? هناك أي عروض أخرى؟
أصبح هناك عرض ب110,000. لو تحمقت فلتكمل. لا تقلق، سترحل سريعا. أتمنى هذا. لا تخف، لا تخف، سوف أنقذ الوضع. حسنا، يجب أن أحطم القفل. المزايدة الآن ب135,000. لحظة، وصلنا إلى 140. اللعنة، عرضك يا سيدي. وين القاع هذا الحين؟ افتح بسرعة بسرعة. هو ندور عليش. أيوة. 170,000. ضاع 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 خوي ضاع. وصلت المزايدة إلى 190,000 يورو. أنا عند المفتاح، مستعدين؟ على أتم الاستعداد فيكتور. انتظر لحظة. مزايدة السيل 200,000 يورو. 500,000 يورو، فلننهي هذا. شكرا، لدينا عرض ب500,000 يورو. أيوة 500,000، والله واجد. جعلتني أشعر بالقلق يا فيكتور، ظننتني سأقتلك. حسنا، فلنفسد أمسية ذلك الأحمق. هناك أحد آخر؟ يلا خلنا نفسد. أول إعلان، ثاني إعلان، بيع إذا مقابل 500,000 يورو. السيدة والسادة، حافظوا على هدوئكم، ستعمل الطاقة الاحتياطية بعد قليل. اختفى. برات ضد لوشيدا. ابتعد عن الطريق. اوقفوا ذلك الرجل. فيرمو، ماذا تفعلون؟ تتركونه يهرب؟ تتحدثون؟ سباريش، سباريش، لا تعصب. سام، اخبرني بان صليب معك. معي صليب القديس ديزما هنا، اتريد القاء تحيه. شابتر 7. ورجال الامن منتشرون. فيكتور، اين وسيله هروبنا؟ تعال الى الممر عند الواجهه، اتبع الاضواء، سأحضر السياره. اوكي، حاول بسرعه يا فيكتور، تكفى، خلنا نطلع من هذا المكان الخايس. حيوان لازم اروح انا، وين لازم اروح؟ ما ادري وين لازم اروح، بس اعتقد اني لابد على هذا النط. يا بوي، اوكي، لا تشوفني، لا تشوفني، تكفى. شيت، شافني. لا، ما ظنيتي شافني. وين لازم اروح؟ وخليتك عني، وخليتك انت الثاني عني. لا اله الا الله، الوضع صعب حيل جدا. اصلا ما ادري وين لازم اروح. اعتقد في هذا المكان لحد لا احد يراني. يبي طيب، وين اروح؟ طيب اصبر 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 اصبر. لا 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 يا متخلف، لا لا لا. اوه شيت، هذا المتخلف كان فوقي صح؟ يعني المفروض اني اطلع من هذا الصور، انزل واطلع عليه، وراح اجلد امه الخايس. سلامتك يا قلبي والله. Posso allarme.
سلامتك يا روحي انت. طيب ما في احد من هنا. اوكي شافوني. سلامتك. لا حول الله. ها خلاص يلا راح راح، ما في شيء والله ما في شيء. انا اختفيت انا انتهيت انا اختفيت انا انتهيت انا اختفيت انا انتهيت. وين لازم اروح؟ هذاك واحد ما شافني. كفو يذيب. واحد فوق واحد تحت، وانا اصلا طريقي ما ادري وين المفروض اني اروح. خلاص يا اخي خلاص خلاص، الحراسة المشددة الخايسة هذه. ها والله ما في شيء يا اخي، فكر من شرك بس. يا اخي ما ابي شيء. خير يا طير هسه ما اخذ يا غالي. هذا ما عنده سلاح. لا يا الله وين قال لي الطريق من هذا المكان؟ نط 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 بسرعة 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 بسرعة. فوق في طريق؟ ما في طريق. انزل. بس وين المفروض اني اروح؟ اوكي لا ترفع راسك الخايس. اوكي اوكي انزل. ما في احد شافنا الله اعلم. لا ما حد شافنا لحد الان. نط 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 مرت 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 مرت. اختبئ. اعتقد انه هذا المكان يفترض ان نذهب اليه. merda se riescono a svegliarsela hai già تسلقوا لي اراضي. troveremo e li riempiremo di buchi ma sappiamo cosa fare. resta concentrato. d'accordo. كل هوا خلاص. انت تعال تعال بعد انا واكل هوا. كفو. الى مكان مرتفع لمجال اكبر. حسنا الى اللقاء. نعم والله ما ادري وين اروح صراحه. طيب وين وين؟ هذا المكان. هذا مكان مرتفع. اسمع صوت سيارات. ووو ايوه
ليش الشباب يعني صاير عندهم؟ لا 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 وين المفروض نروح؟ لا 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 ها هي القاعة، الممر في الأمام. ها هي القاعة، لكن من وين أروح لها؟ ها هي القاعة، من وين أروح لها؟ متوقع المقبول هي من هذا الشباك. حسنا، كل على ما يرام. لم يرني أحد، سأتحرك في هدوء وأخرج يلا. من هنا. يا حبيبي معذرة، يفترض ألا تكون هنا. ولا أنت. اسمعي، لن أخبر أحدا إن لم تفعلي. لديك شيء أريده وستمنحه لي. حقا، أشعر بالإطراء لكنني مرتبط للأسف، والآن اسمحي لي. يا شيخة يا صابك، لا 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 لا، الشغلة فيها قتال. لو لم أكن كذلك لكنت. وما عندنا بس 10 دقائق في التسجيل أول. حسنا، تذكري فقط، لم أرد فعل ذلك. ماذا لديك؟ ماذا لدي؟ والله ما لدي شيء، ما عندي الهياط. أدري أنك راح تجلديني، بس يلا مو مشكلة. لا تتباطأ كثيرا، أحاول مساواة الكتفين. لا لا لا، شوف أنا سمحت لك. يبا لا تضربين، لا تضربين، عورتي بطني. الله يم تفضل من حصابك يا بنت الحلال. تعال هنا والآن أعطني الأثر. أتعرفين كم قطعة جمعت عبر السنين؟ يجب أن تكوني أكثر دقة. سأحاول توضيح الأمر لك. اسمعي، ما زلت أشعر بعدم الاتزان، لنعتبره تعادل. شو الصد؟ شو الصد؟ ما أدري شو الصد. ثم سلط التظاهر بالذكاء. سأخبرك بشيء، التظاهر بالذكاء أنقذني حتى الآن، فلما أتوقف الآن؟ نوب. انتظري، إنه في جيبي الخلفي. أين هي؟ خذي هذا. صدقتي أنت يا متخلف. قطعتني برا. امسك امسك امسك. حسنا، انا عند السياره. اين انتما؟ قابلت صديقتك نادين روس، انها جميله. حسنا، الفوضى عارمه هنا، يحاولون احتواء الامر لكن يشعر الجميع بالحزن. لا اريد استعجال. يا باي يا نيتان، اين انت؟ سؤال جيد، وانت؟ بجوار القاعه، ابحث عن الاشاره الدائريه، انها بالطريق. اشاره دائريه، خبر سعيد، معي مسدسي، أراك قريبا. والله يا أخي ما عندي، أخاف أني أنقز على هذه وأطيح وأموت، بس بجرب. أوي نقست عليه. والله كريم، بعد ما عندي طريق ثاني. شباب طولوا بالكم. ها طيب، المفروض أنه أنقز من هناك، يعني يمديني انقز على هذا الشباك؟ والله ما يمديني، بعيد. طيب اجي من وين اروح؟ من وين؟ ما ادري صراحة. الباب هذا يفتح؟ لا. مش الطريقة الخايسة هذي. اوكي، لو جربت اني انقز من هذا الصوب وش بيصير؟ اموت؟ أوي أوي مت. أنا عند السيارة، أين أنتما؟ قابلت صديقتك نادين روس، إنها جميلة. حسنا، الفوضى عارمة هنا، يحاولون احتواء الأمر لكن يشعر الجميع بالفزع. لا
نيتان عينان؟ سؤال جيد، وأنت؟ بجوار القاعة، ابحث عن الإشارة الدائرية، إنها في الطريق. إشارة دائرية. خبر سعيد، معي مسدسي، أراك قريباً. أعتقد من هنا النقزة. أيوة بس بعدين من هنا. شافوني الله أعلم. أيوة رحنا فيها ثورات سام 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 تكفى 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 سام خليك حريف سام بالله عليك بالله عليك انقذني انت يا اخي ادري ان التصويب جيد متماسك. لا يمكنني الوصول إليك من هنا. ألديك وسيلة للنزول؟ نعم. مالك دخل أنت مالك دخل. سأقابلك في الممر. توجه إلى القاعة. أراك هناك. نعم نعم. فيكتور أنا عالق هنا. ألديك أفكار؟ أسرع طريق للعبور. قلت إن القاعة مغلقة. بعد أن عرفوا بوجودكما أخلوا المكان. إلى القاعة إذن. هل سمعت يا نيتان؟ سمعته. احنا وين المفروض اروح؟ لحظة ايوة انزل. انت حسيت بعد؟ سلامات يا غالي شفتني ما شاء الله عليك فنان. ابلع. لا لا اركب اركب اركب. فنان 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 فنان. اوكي الحين وين اروح لازم؟ طريق مغلق من هنا. اسكت 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 اسكت. الامو عندنا كثير. ما في ليت. بشوف. يمديني اطلع من هنا. اوب اوب. طول بالك. هذول وين؟ اخ شايفني هذا هاكر بشكل هاك. ابلع 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 ابلع. هذا الثاني من وين يضربني؟ اح اح اح. اح اح اح. في ثاني واحدة قاعد يضربني. عذبني عذاب واحد شني شقني شق. المفروض اني وصلت. حسنا
الجبار. أنا عالق هنا، أحتاج للمساعدة. حاضر يا سام. حتى أنا أحتاج المساعدة يا سام. أبلع. لا 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 شباب شنو الموضوع شباب؟ سكت ما لا تعيدها مرة ثانية. أوب. إلى هنا وننتهي ونراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من Uncharted وسلام.